اليوم صح؟ دائما تكلمنا على الأخوة عيت أنت لا تفضل نعم. الخويك كتبت شيء على الأخوة الأخوة؟ لا والله بس عندي قصيدة أحبها جدا في الأخوة ولا لا ما في الأخوة أيه في واحد من دبل كبدي دبل كبدك دبل كبدي أيه إيش مناسبتها يعني صار موقف أي مو هي قصيدة تبين الموقف الله نعم سلمت قلت جيت ونصيتك ذاخرك درع وحجام الله ولا أدري إن الوضع تقدر تحله وراحت علومك كلها إعلام في إعلام مثلك من يمشي وعينه الظلة الله لا تضرب صدرك وتكشفك الأيام الحمل يبغى له إجمال تشله لولا الحياة حطيتها بصمة فام وكشفت وجه ما لها هيات منه الله 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 كم. الله صح لسانك وهذا صديقك ذا إعلامي ما بصديق الله لي. هو كموضوع عنده ولكن يقدر أن يحل الموضوع لكن ما يبغى لكن ما تجمل ما إيه؟ ترى تجمل يا ولد ترى أبعلمك حاجة ها. الجمالة سهلة أيوة لكن الله. رد الجميل هذا الصعب يا أخوي تجمل يا أخوي في فرصة إذا جتك الجميلة تجمل مع الرجل يا ذيبان صادق والله أنا أقول الصادق تجمل طعمك كسبها جميلة ما جد يقول عكاش يقول ما يجعل الأحرار مثل المماليك إلا معاليف الرجال ببعض الله الله ما جد تجمل يا مال الشحمر الله ما جد لو قالوا أعيد صياغة اسمك إيش بتسمي نفسك أعيد صياغة اسمي ماجد غير ماجد